ما هي عدد العوائل العائدة حتى الآن إلى قضاء سنجار؟ عزيزي، بالنسبة للعوائل العائدة إلى سنجار هي الآلية كالآتي: إحنا ورما بعد إشاعات بأن وجهات معينة من إقليم كردستان تعيق عودة النازحين وتمنع النازحين، وبالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني مثل ما شاءوه بأنه صاير عائق أمام عودة النازحين. فبعد اتصالاتنا يعني تبين بأنه لا مانع مع تقديم كل التسهيلات لكل عائلة ترغب طوعي العودة الطوعية، ماكو إجباري. ما زال طالما ملف النازحين لم يغلق من قبل وزارة الهجرة والمهجرين والأمم المتحدة، فالنازح هو بكيفه يريد يرجع. فاحنا انطينا تسهيلات كل من حسب المنطقه اللي عايش بيها، مثلا ابو الزاخو عن طريق قائم مقايم زاخو، ابو العمادي عن طريق قائم مقايم العمادي يقدم طلب ويجي على دائره رعايه الهجره والمهاجرين، ياخذ كتاب من الهجره والمهاجرين يروح وان شاء الله راشد الطريق ويرجع لمنطقته. فالاعداد لان يعني ما حصرناها في دائره واحده، مثلا في قائميه سنجار من عده اماكن تسهيلا، والقضاء على الروتين تسهيل مهام اللي يريد يرجع. فالاعداد بالضبط موجوده بمكتب الهجره والمهاجرين. اما بخصوص احنا 6 سنوات ما ظل باب ما طرقناه من اجل عوده النازحين، العوده الامنه، وللاسف الشديد لم نرى ولم نشاهد اذانا صاغيه. فالمواطن الشنغالي 6 سنوات قرر هو محو ارادته بمحض ارادته يريد يرجع، ماكو اي عائق ولا جهه تمنع. نعم استاذ ويس، يعني ليس هناك عدد تعطينا عدد بالضبط. الأعداد بالضبط، الأعداد موجودة بمكتب هجرة ومهاجرين، بأن راجع النازح راجع عدة أماكن، راجع مثلا قائم إزاقه، قائم العمادية أو السميل. فإحنا اليوم رغم القصف ليلة أمس على سنجار وكثافة القصف، وللأسف من الضحية ابن سنجار. فاليوم إدارة سنجار الصبح أنا والقائمة تلقينا أكثر من 80 عائلة طلب، 80 عائلة رادوا النزوح، كملنا الكتب مالهم، دزينا للهجرة والمهاجرين اليوم مباشرة راح يطلع الكتب مالهم، يعني مباشرة بعد القصف اليوم أكثر من 80 عائلة طلب العودة. نعم أستاذ ويس، هناك في قائمة قضاء سنجار هناك متاحة الكتب في كل أيام الأسبوع، نعم أم أن كثير الكتب الممنوحة في يوم محدد؟ عزيزي. جاي تشوفون البلد كله جاي يمر بأزمة جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية من قبل الدولة سواء بالإقليم أو بغداد، مع هذا العائد اللي يريد يرغب مستثني من كل هسه صارنا 2 3 ماكو دخول وخروج الى محافظه دوق باستثناء العوائل العائده. فاحنا من بدايه الاسبوع لنهايه الاسبوع القائمه مفتوحه، اي انسان يرغب مراجعه قائميه قضاء سنجار يقدم طلب خلال يومين، اجراءات اداريه من الهجره وما جرى تثبت، ونعطيك كتاب ماله ان شاء الله رافقته السلامه ان شاء الله.